مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد مع محمد البوديري. هل تراجعت حكومتنا الموقرة عن وعودها الاجتماعية تجاه الشعب المغربي؟ هل يعرف عزيز أخنوش رئيس الحكومة زاده الله خيرا بأن أرامل ومطلقات وأيتام وذوي احتياجات خاصة حرموا من الدعم الاجتماعي للأسر والأسباب وهي ولا يقبلها العقل مثل التوفر على قنينة غاز من الحجم الكبير في البيوت ديالهم؟ أليس هذا ما قال رئيس الحكومة ضرب من ضروب الجنون؟ هل يدرك السيد عزيز أخنوش الواقع المرير الذي يعيشه أولئك الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم محرومين من الدعم الاجتماعي وكلهم من المعوزين والفقراء والأكثر حاجة إلى الدعم المالي على قلته؟ ثم كيف سينظر الفقراء إلى مستقبل العدالة الاجتماعية في بلادنا؟ هل من الممكن أن تجد الحكومة الآن طريقا سريعا للعودة إلى مسار التزاماتها أم أن الفجوة بين الوعود والواقع أصبحت أوسع من أن تجبر؟ انضموا إلينا، شاركونا آراءكم في ركن التعليقات أسفل ولنبحث معا عن إجابات حقيقية لهذه الأسئلة المستفزة، لأن الحوار والنقاش المفتوح هو الخطوة الأولى نحو التغيير الإيجابي. لا تنسوا التفاعل مع هذا الفيديو بالتعليق والضغط على زر الإعجاب والمشاركة على نطاق واسع. فاصل ونعود إليكم إخواني أخواتي. قضية جديدة مع محمد البوداري على قناة كلاش تي في. قضية جديدة مع محمد البوداري على قناة كلاش تي في. اليوم نقف على حقيقة مؤلمة جدا من واقعنا الاجتماعي، حيث سنشارك معكم وستسمعون قصصا لم تروى بعد، قصص لأفراد وعائلات ونساء وأرامل واجهوا واقعا قاسيا في ظل قرارات مجحفة من نظام معلوماتي وضعته الحكومة والذي أثر على حياتهم بشكل مباشر ومؤلم بعد حرمانهم من الدعم المالي. اليوم سنسمع جميعا إلى تسجيلات صوتية محزنة لمواطنين ومواطنات قلة قليلة فقط وليس الكل، لأنني لو فتحت الباب أمام الجميع لن تكفينا ساعات طويلة وعديدة جدا وربما أيام للاستماع لجميع المواطنين. هؤلاء تم حرمانهم من الدعم الاجتماعي أو تم سحب هذا الدعم منهم لأسباب يعتبرها الكثيرون وهي وغير منصفة. قصص تكشف عن الألم والمعاناة الناتجة عن قرارات لم تأخذ بعين الحسبان الحاجات الأساسية للمواطنين الأكثر فقرا واحتياجا في مجتمعنا. في حلقتنا هذه نسعى ليس فقط إلى إلقاء الضوء على هذه المعاناة، ولكن أيضا لفتح نافذة الحوار والتفكير الجدي حول معايير العدالة الاجتماعية في بلادنا ومدى تأثير السياسة الحكومية على حياة الناس اليومية. إنها دعوة للنظر بعمق في الآثار الإنسانية وراء القرارات البعيدة عن الواقع والبحث عن سبل للتضامن والدعم المتبادل بين الأفراد والمجتمع والحكومة. قبل أن نبدأ في الاستماع إلى هذه التسجيلات المؤلمة، نود أن نذكركم بأن المحتوى قد يكون محرجا للبعض، خاصة الأحزاب الثلاث المشاركة في حكومة عزيز أخنوش والتي لا تكف في أي مناسبة عن التغني بإنجازاتها الاجتماعية، لكننا نؤمن بأهمية مشاركة هذه القصص وإعطاء صوت لمن لا صوت له. فلنستمع بقلوب مفتوحة وآذان مصغية وعقول واعية، ولنتذكر بأن وراء كل صوت قصة إنسانية. هناك من يجر وراءه أفرادا عدة من أسرته ولم يتمكن من ضمان لقمة العيش لهم، خاصة
بعد حرمانه من الدأب، ولندرك جميعا بأن التعاطف والتفاهم هما الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة والتغيير في هذه البلاد. قبل ذلك أدعوكم أيضا أيها المشاهدون الكرام إلى، أجدد التأكيد على ضرورة مشاركة آرائكم وتجاربكم هنا في ركن التعليقات. هذا الفضاء هو فضاءكم جميعا لتعبروا فيه عن أفكاركم ولتشاركوا قصصكم التي قد تكون شاهدة على الواقع المرير الذي يعيشه الكثيرون. إن مشاركتكم تثري النقاش وتعزز من نضالنا كإعلاميين جادين وهادفين نحو تغيير إيجابي. قد تكون كلماتكم بالنسبة للباقين لمن ليس متضررا، أتمنى منهم أن يضعوا بدورهم تعليقات في الموضوع تضامنا مع إخوانهم المغاربة المحرومين من الدعم، لأن كلماتكم ستكون بدون أدنى شك بلسما لجرح أو صوتا يصل حيث لا نصل نحن، أو حتى فكرة تلهم الآخرين للعمل والمشاركة من أجل رفع هذا الواقع المرير. لا تدع الصمت يطغى على صوت العدالة والإنصاف. كل تعليق، كل رأي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الحركة نحو التغيير والتحسين، سواء كنتم تتفقون مع ما تم أو ما سيتم عذرا طرحه، أو لديكم وجهة نظر أخرى مختلفة، فإن رأيكم في جميع الأحوال يبقى مهما وثمينا بالنسبة لنا في هذا المنبر وللمتضررين من هذه القرارات الحكومية غير محسوبة العواقب. فلنجعل إذن من ركن التعليقات جسرا للتواصل والفهم المتبادل بيننا جميعا، ومنصة لرفع الأصوات المغيبة والمهمشة. شاركونا تفكيركم وشعوركم، ولنعمل معا لإحداث فارق ملموس لكل منكم دور في بناء مستقبل أفضل، وكل صوت مسموع هو خطوة نحو العدالة والمساواة. إذن لنستمع إلى شهادات عدد من المحرومين والمحرومات من هذا الدعم إخواني أخواتي، ولا تنسوا تضامنكم أو لا تنسوا التضامن معهم في ركن التعليقات أسفله. السلام عليكم الأخ بودالي، أنا راني ديما متبع القناة ديالك. أنا كنت الله يجازيك بخير لما تساعدني، الله يجازيك بخير. أنا راه موقف للدعم، كنت استفدت بثلاثة ديال كيقولوا له، وهاد المرة جاني ميساج بالرفض، وأنا في عمري 60 سنة وعندي مرض مزمن. وقفوا لي الدعم، ما عندي لا ولاد لا والو، ساكنه بوحدي. وقفوا لي الدعم لحقاش طلعوا لي المؤشر بزاف، كانت عندي 72 درك راه عندي 86، خصني نهود المؤشر باش نبقى نستافد. ودرك مانيش عارفه واش يهود لي ولا ما يهود ليش. الله يجازيك بخير الا ما تساعدني وتعاونني، الله يجازيك بخير وشكرا، والله يعطيك الصحه ويطول لك في عمرك. شكرا على المعلومه، انا غادي نختصر لك وصافي. المهم انا عازبه، عندي في عمري 60 سنه، استفدت وساكنه بوحدي، ساكن معايا حتى شي واحد، ما مزوجاش وما عندي لا ولاد لا والو. المهم انا استفدت بثلاثه ديال الدفعات الحمد لله، ولكن هذه الدفعه صفطوا لي واحد الميساج قالوا لي باللي راه الدعم توقف لك. ما عرفتش انا السبب، مشيت دخلت وشفت لقيت المؤشر طالع بزاف، كان عندي 972 ولا 986، ما عندي حتى شي حاجه بسميتي، ما عندي حتى شي حاجه بسميتي باش زعما يرفعوا لي الدعم. ما خدامه، كبيره في السن وعندي مرض مزمن وما نقدرش نخدم ومريضه ونشرب الدواء ندير لانسولين. وقفوا لي الدعم وانا محتاجه باش نشري حتى الدواء، لان ما عنديش اللي يخدم عليا، انا يتيمه ما عنديش والديه، واخوتي كل واحد راه في دارو. مهم هذا هو المشكل ديالي، والله يجازيك بخير الا ما توقف معايا وتعاوني، لحقاش انا ما عنديش اللي يخدم عليا ومحتاجه لهذا الدعم بزاف. تفرحوني في الاول وفي التالي بكاوني، والله الا حشومه عيب وعار. والعيد والعواشر هادو زعما قلنا نشرو زعما غير باش نديرو الحلوه ولا نجرو شي كسيوه ولا، والله العظيم اخويا لا بقى فيا الحد بزاف، ماشي غير انا كاع الناس اللي بحالي. وشكرا اخويا راك توقف مع الدراوش، والله يجعلها في ميزان الحسنات. وش غادي نقول لك، وشكرا بزاف وعواشرك مبروكه.
رقم الهاتف هو عندك في الواتساب اللي صيفطته لك 0641-24-54-16 والمدينة أحفير. والعنوان أنا ساكنة حاليا غير في دار خويا، ولكن خويا ما كاينش معايا غير أنا بوحدي. حي الإنبيعات رقم الدار 4، شارع كيقولوا له والله لا تلف لي كاع، عبد السلام عامر، شارع عبد السلام عامر رقم الدار 4 حي الإنبيعات أحفير إقليم بركان. صافي هادشي اللي كاين وشكرا، الله يجازيك بخير. أنا واحد المرأة ما كنسمعش فسمكة. هذه سيدة أخرى عندها إعاقة سمعية، يعني ما كتسمعش مزيان، إذن فهي من ذوي الاحتياجات الخاصة بدون أدنى شك. وحتى هي غادي نسمعوا القصة ديالها والمشكل ديالها مع الحرمان من الدعم الاجتماعي. ومقاري ليا لا ولاد لا والو، حتى واحد مقاري، وما عنديش وما فحاليش وما خداماش وما كندخل حتى درهم في النهار، وما مشيت بنستافد من هذه المستفاده هذه اللي داروا من جاري المستاجر عدي. انا ما نعرفش راني مقارياش وليدي، من جاني مشيت لعندهم 11 قال لي دابا راه طالع هذا صافي، وخفت وليدي وما شديت حتى حاجه ورجعت ما بقيت شديت والو. مشيت عاود قلت لهم المقدم وقلت لهم، قال لي سيري جيبي دخلي معاك خمسة الناس، وانا خمسة الناس اش غندير ملي غنجيبهم انا خمسة الناس؟ ما بقيتش شديت ولدي صافي، عقب جيت قعدت في داري. واليوم ولدي راه كلشي غاد، راه شديت في الراميد، فاش هاد الراميد عندي ثلاثة الراميدات، واني فاش جات ايامات كورونا قرا شديت ثلاثة في خطرة، فاش كان الدكتور معتوق وكان داك المرحوم اللي مات مسكين الله يرحمه، هو وليدي تا هما معقولين هذوك الناس، الله يجاب حالك اوليدي. وراه شديت في ايامات كورونا عطاوني ثلاثه الخطرات، ودابا وليدي في هذه ما تسافدت ما والو، ما كنشد لا معاونه لا نمشي المعاونه، ما كيقول لك ما عطيونيش، كمشيت لهذا الشيء ديال الدعم ما عطاونيش، ما عطاوني والو وليدي. وعندي ولادي ما قارينش، وعندي بنتي مطلقه عندها بنيه، ولدي تا هو يا مرتو مفروقه معاه تلقى عندو بنيتو هي كتقرا عندي هنايا، وما في حاليش الدويره كاينه ما نكذبش، الدويره ديالي فاش متقرره هي كاينه، ومن غير الدويره راه ما كاين حتى حاجه. انا واحد المراه جاله ما عندي اللي دخل هي تدرهم، ولادي ما قارينش ما كاين اللي تيدور، راه واحده قاعد ما خدامه مردام، الدريه راه مطلقه عندها بنيه ما خدامه مردامه، كانت شي واحد النهار تخدم في واحد الشركه وتريح، ما كاين حتى حاجه. وليما وليدي ربي مطالع بيا، انت وليدي النظر لك الله يحفظك وليدي، انا صيفطت لك هذه الرساله وانت راك جاتني الرساله ومشيت ما كاين حتى حاجه. دابا انا ما قارياش وراني كنتسنى تا وليدي، وراه شحال من حاجه كتجي بحال هاد الشركه دابا ديال المعاونه، ما عمرني عطاوني، انا مراه جاله ما قاريه ما والو، ما عندي السمع ناقص ما كنسمعش، كنمشي لعندهم ما كيعطوني حتى سيري حتى نعيطو عليك، سيري حتى نعيطو عليك، ما يقيدوك ما يعيطو عليك. اليوم راه جا هاد الدعم تا هو قال لي سيري جيبي خمسة الناس دخليهم معاك باش يكون ناقص لك هذاك، الله كاين راه ما شديت لا دعم لا معاون، راه ولدي قاعد بلا خدمة، تقيدت في هاد الشي. سيرفيسك على خير، الله يحفظك والله ينورك، الله يحفظك أوليدي. وليدات وكاري كاين حاله اخرى وهي ديال واحد السيد حتى هو نسمعوا القصه ديالو، يقول بانه هو اصلا حتى هو ربما عنده شي اعاقه وعنده دراري وكاري، وتيقول بان هذيك ال 500 درهم اصلا اللي كيشد ما كافياش، 500 درهم وما قاداش هو اصلا ومازال مكرفص، فكيف يعقل ان ناس اخرين هم في امس الحاجه ليها ومحرومين ومضرورين ومراض وعندهم العلاج وكيتم الحرمان ديالهم منه، بحال بعض الحالات اللي سمعنا لها او حالات اخرى كثيره جدا ما كانش عندنا الوقت الكافي واللازم باش نستمعوا لهم كاملين. المهم لينا السامع الى هذا الاخ. الحق راه السلام عليكم سي محمد، بخير هانيا لاباس عليك؟ الحمد لله اخويا الله يسترك الله ينصرك. واش غادي نقول لك؟ راه ماشي هادشي اللي كتقول راه عندك الحق، راه اش غادي نقول لك؟ انا راه واحد السيد ما كنشوفش، عندي جوج وليدات وكاري غيبيت فيها كلشي. اذا هاد السيد مسكين عنده اعاقه بصريه ما كيشوفش حسب ما سمعتوا اخواني اخواتي، لين نواصل؟ فيها النعاس فيها الكوزينه فيها كلشي انا وليداتي،
وكنجد غير ديك 500 درهم في الشهر، راه ما كافيانيش، وكاري غير بيت ب 9000 ريال، وفين الضو وفين الماء وفين، واش غادي نقول لك؟ تايلا بغيتي نصور لك كاع فين عايش نصور لك، والله يسترك. وكان طلب من ثانية. لاباس عليك محمد اخويا، بسلام عليك يا. اذا اخواني اخواتي، كيف سمعتوا كاين حالات مؤثره جدا، ف وحالات اخرى كيف قلت لكم العشرات او المئات لم اتمكن من ادراجها كلها. ما يمكنش هذا البث المباشر كله، احنا عطينا مجرد نماذج فقط، ومن بعد سمعنا جميعا لكل هذه المآسي وهذه المعاناة. ألا يحق لنا أن نتساءل كيف يمكن للقلب وللعقل أن يستوعب ما جرى لهؤلاء الناس؟ كيف تترك نساء أرامل وعجائز ومطلقات وشيوخ فقدوا عزمهم وقوتهم دون أي راتب أو تقاعد، ودون حتى أبناء يعتانون بهم أو يخففون عنهم وطأة الزمن عليهم؟ كيف تصبح هذه الفئات الأكثر هشاشة واحتياجا في مجتمعنا ضحايا لنسيان برنامج معلوماتي أطلقته الحكومة، وحكومة أو بعض الوزراء الذين تنكروا لوعود كانت يوما ما سببا في وصولهم إلى مقاعد أو إلى سدة الحكم خلال حملاتهم الانتخابية البراقة التي على بالكم؟ حكومة عزيز أخنوش التي بنت آمالاً وأحلاماً عريضة في نفوس الكثير من المواطنين بوعودها الانتخابية، كيف استطاعت أن تتغافل أو أن تغفل هذه الوقائع المريرة، تاركة خلفها سؤالاً معلقاً في الهواء، وهو أين الضمير الإنساني والمسؤولية الحكومية تجاه المجتمع من كل ما سمعتم؟ إن الوقت إخواني أخواتي بدون أدنى شك قد حان لوقفة جادة وتأمل عميق في مسارات سياساتنا وأولوياتنا. لا يمكن أبدا ولا يجب أن نستمر في مسلسل التجاهل والإنكار لمثل هؤلاء المواطنين. فالوعود الانتخابية يجب ألا تكون مجرد شعارات زائفة تستخدم فقط للفوز بالأصوات في الانتخابات، بل يجب أن تتحول إلى خطط عمل واقعية تضمن الكرامة والحماية لكل فرد في المجتمع المغربي، خصوصا الأشخاص الأكثر عرضة للمعاناة وللمخاطر. لا يعقل إخواني أخواتي أن يعيش بيننا أطفال يتامى وذوو احتياجات خاصة وأرامل ومطلقات وعازبات بلغنا 60 سنة وربما أكثر في بعض الحالات كما سمعتم، بعد أن تركوا لوحدهم ولوحدهن يواجهون ويواجهن قسوة الحياة بمفردهم ومفردهن، وحرموا من الدعم الأساسي الذي كانوا يستحقونه. إنها إذن ليست مجرد قضية نقص في الموارد المالية، بل إنها وبكل أسف دليل على فشلنا كمجتمع وكحكومة في تقديم الحماية والدعم لأكثر الفئات ضعفا بيننا. هذه الطامة العظمى إخواني أخواتي تتجاوز مجرد تعبير عن الإهمال، إنها تمس الأخلاقيات الأساسية التي ندعي ونروج أننا ملتزمون بها. فكيف يمكن لمجتمع يسعى إلى التقدم والرفاه أن يغفل عن هؤلاء الفئات الأكثر ضررا وهشاشة، الذين يجدون أنفسهم في ظلام دامس من العزلة واليأس دون أي يد تمتد إليهم بالمساعدة أو صوت ينادي بقضيتهم؟ الحاجة ماسة إذن إلى تغيير جذري في كيفية تعامل الحكومة مع هؤلاء الأشخاص. يجب أن تتجاوز الشفقة إلى الفعل، فالتعاطف وحده لا يكفي، والتعبير عن التعاطف لا قيمة له، إنهم يستحقون أكثر من مجرد الاعتراف أو التعاطف، إنهم يستحقون الحب والرعاية والدعم الذي يعزز
قدرتهم على التغلب على الصعاب ويمنحهم فرصة لعيش حياة كريمة بيننا. يجب علينا جميعا، حكومة ومؤسسات خيرية ومجتمعات وأفراد، أن نعمل سوية لإنهاء هذه المعضلة من خلال تعزيز البرامج التي تدعم هؤلاء الناس وتضمن حصولهم على حقوقهم. يمكننا أن نبني مستقبلا يحتضن الجميع وينفتح للكل دون أي استثناء. فالوقت الآن هو للعمل، ولا ينبغي أن يمر يوم آخر دون أن تتحرك الحكومة لإحداث التغيير وإصلاح الخلل. لنعمل جميعا من أجل إنهاء هذا الإهمال أو هذا التجاوز، ولكي يتلقى المتضررون وكل من هو بدون سند حاليا للدعم اللازم المالي الذي خصصت الحكومة والذي هم في أمس الحاجة إليه. الكل كان ينتظر رفع هذا الدعم، فإذا بالبعض يفاجأ بالحرمان من ذلك أو من تلك القيمة المالية البسيطة ديال 500 درهم. لا تنسونا بتعليقاتكم ومشاركة هذا الفيديو على نطاق واسع والتفاعل معه باللايك أو البارتاج وما شئتم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى بث آخر مباشر بإذن المولى عز وجل. قضية جديدة مع محمد البوداري على قناة كلاش تي في. قضية جديدة مع محمد البوداري على قناة كلاش تي في. قضية جديدة مع محمد البوداري على قناة